السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو المجلس التاسع تعليق على رسالة مباركة للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا، وهي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. وتوقفنا في الدرس السابق عند الأصل الثاني الذي قال الشيخ رحمه الله: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وقال أنه ثلاث مراتب، فالمرتبة الأولى هي مرتبة الإسلام، وتكلمنا في المجلس السابق عن الإسلام وأركانه، وأن كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. قلنا أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ثم قال رحمه الله: والمرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أي في قوله هنا رحمه الله المرتبة الثانية، أي من مراتب الدين أي دين الإسلام، قال الإيمان. ومراتب الدين الإسلام وتكلمنا عنها، وهذا يدخل فيها حتى المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهي دائرة وسيعة. ثم تخص هذه الدائرة وهي أعلى منها، وهي مرتبة الإيمان. مرتبة الإيمان، والإيمان هو التصديق، وتصديق القلب وقول اللسان والعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اعتقاد القلب كقول لا إله إلا الله معتقدا بقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله، والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الرب جل وعلا: قولوا آمنا بالله، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، اعتقدوا في قلوبهم وقالوها بألسنتهم، وقول اللسان وعمل بالجوارح. فكل طاعة يعملها الإنسان من صلاة وصوم وغيرها فيها دلالة على صدق القلب، ويزيد بالطاعة، هذا فيه دلالة أن الإيمان يزيد وينقص. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا دليل على أن الإيمان يزيد، وزيادته دليل على نقصانه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمعنى هذا أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، لا كما يظن المرجئة وغيرهم أنهم يقولون الإيمان فقط في القلب. بعض الناس إذا أنكرت عليه شيء يقول أهم شيء قلبي طيب، لكن ما يحتاج يعمل، وهذا خطأ وخلل في عقيدته. الإيمان نقول أنه اعتقاد في قلبك، وقول بلسانك، وعمل بجوارحك، وأن هذا الإيمان يزيد بالطاعة.
إذا رأيت الإنسان تصدق أو صام أو صلى أو غير ذلك ترى أنه عنده زيادة في الإيمان وحب في الخير، وإذا كسل عن الطاعة والعبادة فإنه يضعف إيمانه. حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أن الإيمان يضعف يضعف إلى أقل درجة. وهذا فيه فائدة أن المسلم أو المؤمن يكثر من الطاعات حتى يزداد إيمانه وينشرح صدره لطاعة الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله: بضع وسبعون شعبة. البضع هو الجزء، هو الجزء من الشيء، بضع. وقال العلماء أن البضع ما بين 3 إلى 9، هذا يسمى بضع. فإذا قيل بضع وعشرون يعني ما بين ماذا؟ ما بين 3 إلى 9. إذا قالوا مثلا 14 لأنه ما بين ماذا؟ ما بين 3 إلى 9. بضع وسبعون شعبة أي طائفة. وهذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذا في صحيح مسلم. وفي صحيح البخاري قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. قال رحمه الله: فأعلاها قول لا إله إلا الله. وهذا فيه فائدة أن رأس الإيمان ورأس الدين هو ماذا؟ لا إله إلا الله. وهذا فيه رد على من يقلل من شأن التوحيد وشأن أهل التوحيد. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. سأل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ألا إله إلا الله من حسنات؟ قال: هي أفضل الحسنات، هي أفضل الحسنات، وأدناها قول. هذا معنى أن الإيمان قول. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا إيش؟ فعل. أن الإنسان إذا أماط أذى عن الطريق فإنه هذا من الإيمان وأنه فعل. وقال: والحياء شعبة من الإيمان. هذا ماذا؟ هذا عمل قلبي، لأن الحياء صفة في المرء تمنعه أن يقع فيما لا يليق، فهذا الحياء المحمود، لكن الحياء المذموم هو الذي يمنعك من الخير، يمنعك ماذا؟ من الخير. فهذا الكلام فيه فائدة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لقوله: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا فعل. قال: والحياء شعبة من الإيمان، وهذا عمل قلبي. ولا بد مع الإيمان اعتقاد عمل، لا بد مع الاعتقاد عمل. قال رحمه الله: وأركانه 6. أركان الإيمان 6 أركان، والأركان هو ما يقوم غيره عليه بمثابة الشجرة وأغصانها. 6 يعني 6 أركان. الأول ما هو؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان 6 التي من جحدها وكفرها ولو كفر ببعضها خرج عن دائرة الإسلام. معنى ذلك أن المرء لو شك فقط، شك في شيء من هذه 6، فإنه يكفر بالله جل وعلا. أن تؤمن بالله، أن تؤمن بأن الله، أن تؤمن أولا بوجود الله، وتؤمن بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع سبحانه وتعالى، أي إفراده بتوحيد الربوبية، وتؤمن بأن تفرده بالعبادة، وأن تؤمن بأن تثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من أسمائه وصفاته الحسنى وملائكته. أن تؤمن بأن الله خلق خلقا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون،
ونؤمن بأسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل، وتؤمن بوظائفهم بأن كل منهم موكول بعمل، وتؤمن بأعمالهم ومهامهم، وأن لا تجحد شيئا من ذلك. فمن جحد هذه الأمور أو شك فيها فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وكفر بخلقه. وهذه المخلوقات نؤمن بها فيما علمنا إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، وكتبه بأن الله جل وعلا أنزل كتبا على رسله منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأن خاتمها كتاب ربنا وهو القرآن العظيم سبحانه وتعالى، بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، فيه الهداية والنور وفيه الشفاء، وأن نعمل بما جاء فيه. هذا الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى، والإيمان برسله بأن الله أرسل رسلا لخلقه، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، منهم من علمنا منهم ومنهم من لم نعلم، فمنهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصصهم عليك، وأن منهم من بعث لقومه خاصة ومنهم من بعث للناس عامة، وأن خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله رب العالمين هداية للناس، واليوم الآخر. واليوم الآخر هو كل ما بعد الموت، وكل ما يكون بعد الموت، فإذا مات الإنسان قامت قيامته من البعث والنشور والسؤال منكر ونكير والحساب والجنة والنار، وما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وسمي يوم الآخر لأنه لا بعده يوم، لا بعده يوم، فإن حياة الدنيا هو اليوم الأول، فإذا مات الإنسان انتقل إلى الدار الآخرة. وتؤمن، قال، وبالقدر خيره وشره، أن تؤمن بما قدره الله جل وعلا وهو سر الله. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد نقض توحيده، فمن كذب بالقدر فقد نقض توحيده. والإيمان بالقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره على أربع مراتب، وهو: أول مرتبة العلم، أن تؤمن بأن الله جل وعلا يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه بكل شيء عليم ولا تخفى عليه خافية، وأنه والكتابة، أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة مشيئته النافذة، والرابعة أن الله جل وعلا خلق كل شيء سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقد نظمها الناظم في بيت فقال: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه مراتب القدر الأربعة. قال رحمه الله: والدليل على هذه الأركان الستة، أي الدليل على ما ذكرت لك، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ليس البر، البر كلمة عامة تجمع كل خير، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه الآية نزلت في اليهود، ولكن البر من آمن بالله، الدليل على الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وهناك أدلة أخرى، منها قول الرب جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ومنه قول الرب جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وما يحصل شيء في هذا الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وبالقدر خيره وشره. هل في القدر شر؟ أسألكم أختم هذا الدرس، هل في قدر الله شر؟ هل الله يقدر الشر؟ ها من يجيب؟ أعطيه جائزة. ها أي بس القدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهل في قدر الله شر؟ ها الله جل وعلا لا يقدر الخير سبحانه وتعالى. أي نعم، شر فيما يظنه العبد، ولكن الله لا يقدر إلا الخير، لكن الشر فيما يظن العبد أنه شر له، ولكن الله لا يقدر إلا الخير، علمه من علمه وجهله من جهل. لذلك بعض الناس لا يظن في الله ظن السوء أن الله يقدر الشر. الله جل وعلا سبحانه يعطي لفضل ويمنع لحكمة، وقد يصيب الإنسان شر فيما يراه ولكنه خير له، والأمثلة على ذلك كثيرة، ولكن نقف في هذا المقام حتى نطول عليكم. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.